يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما يقال إن الخلاف في العقيدة لم يحصل إلا بعد القرون المفضلة، والخوارج خرجوا في عهد الصحابة وفي القرن الأول، كذلك لا عبرة بهم. أصول العقيدة ما حصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، أما أنه يوجد مخالف لهم ما نتكلم عن المخالفين، نتكلم عن أهل السنة والجماعة. نقول ما حصل بينهم خلاف، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ما حصل بينهم خلاف، أما غير أهل السنة والجماعة ما هم عبرة ذولا. نعم، أجل موجودين الكفار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، خالفوا في الرسالة وجحدوا رسالة الرسول، نقول ما هي بحق لأن فيها خلاف؟ ما عبرة، ما هو بكل خلاف يعتبر. قال الشاعر: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم.